احتفلنا بصوم السيدة العذراء وبعيدها المبارك. طول أيام الصوم كان عندنا النهضة الروحية يوميا، كان في قداسات صباحا ومساء، كان في رفع بخور عشية وتمجيد للسيدة العذراء ومجموعة من الترانيم الروحية اللي الناس بتحب تقولها في هذا الصوم. وكان موضوع النهضة السنة دي كان كله عن الخلاص العظيم، الخلاص المقدس اللي المسيح أعطاه لنا، وتنوعت الموضوعات كلها حوالين نفس الثيم دوت، نفس الموضوع الكبير دوت. وتكلمنا عن طرق الخلاص، وتكلمنا عن القداس رحلة الخلاص، وتكلمنا عن ايه المقومات اللي بتعين الانسان في طريق خلاص نفسه، وازاي كلمة ربنا هي طريق خلاص للانسان. فتنوعت الموضوعات، نشكر الله. واتكلم أباء مباركين في هذه النهضة، كان معنا ناس، أبونا برقام مينا من ألمانيا، كان معنا أبونا يوسف خليل من المجر، واشتركوا كلهم في الموضوعات اللي تقدمت في هذه النهضة. وكانت نهضة مباركة روحية، واختتمناها بحفلة جميلة من أطفال مدارس أحد وكورالات، و كانت بركة كبيرة للناس وللشعب يعني كله، وللينا احنا برضو تعزينا تعزية كبيرة. نشكركم كتير وكل عام وانتم بخير. احنا بنيجي نهضة العذراء عشان بناخد البركة بتاعت العذراء، وبنتعلم وبنقول الترانيم ونسمع الوعظة وبنعمل تمجيد وبناخد البركة. ده هي دي اهم حاجة، عشان كده بنيجي نهضة العذراء. طبعا بنيجي هنا النهضة اول حاجة ان الكنيسة حاجة جميلة جدا اللي هي بتقدر تعمل لنا وتقوم بالدور ده لينا كل يوم، فدي بركة كبيرة لينا. بنتشفع طبعا فيها وبصلواتها، وتوصل لنا صلواتها ليسوع المسيح لربنا، فدي حاجة جميلة اللي احنا نقدر نيجي ونتمجد ونتشفع في العذراء ام النور، ونسمع كده الترانيم الجميلة، ونسمع كل يوم وعظة ونتعلم ونحاول بقى نعيش بيها. يعني احنا طبعا على قد ما بنقدر بنحاول نيجي كل يوم نحضر وبنسمع حاجات جميلة، بس نعيش بقى الواقع ده ونعيش الكلام الجميل ده. عن النهضة دي بتبقى بركة كبيرة لكل الناس، وأتوقع أن الناس بتنتظر الفترة دي من السنة للسنة، واللي ما بيصومش أعتقد بيصوم لأنها أيام مباركة، وأم النور دي أمنا كلنا ومحدش بيستغنى عنها، وليها معجزات جميلة جداً
وأي حد بيطلبها في وقت شدة أو ضيق طبعا هي بتنفذ له، وعشان كده الناس بتكون مبسوطة جدا بالصوم وبالنهضة. احنا بنيجي كل يوم التسبيحة بتاعت العذراء، احنا بنبسطين جدا جدا طبعا ان احنا بنيجي نحضر التسبيحة، احنا ما نستاهلهاش بس احنا بنبسطين قوي وجودنا في الكنيسة، وولادي نفسهم بيبقوا فرحانين قوي، هم اللي بيطلبوا من نفسيهم، حتى لو فيهم انا مش قادرة اجي هم بيقولوا لي لا احنا نفسنا نروح التسبيحة نحضر نسمع. في الاول ما كنوش فاهمين طبعا انه بالعربي، بس بعد كده ابتدوا يفرحوا قوي يعني يسمعوا الكلام التسبيحة فقالوا لي ايه معناه، فابتدي اشرح لهم عن معجزات العذراء، فبقى يعني بنتي الكبيره بقت فرحانه قوي بتقول لي لا انا عايزه اروح ماما ما نكسلش نروح. فانا بصراحه ببقى جايه وحتى لو انا تعبانه وكده بس لا ما بكسلش، وباجي ببقى فرحانه قوي ان انا فعلا بستفاد سواء من العظات سواء من التسبيحة من الترانيم، ببقى مروحه كلي بصراحه يعني من جوايا سلام وبركه. وما بنشكر ربنا ان بعت لنا كنيسه كبيره زي كنيسه الست العذراء، وبنشكر ربنا على مجهود سيدنا الانبا ارساني وتوسعاته في الكنائس الكتيره هنا، والكنيسه باسم الست العذراء كانت كل يوم فيها نهضه وكل يوم موضوع جديد، وكان موضوع النهضه السنه دي عن الخلاص العظيم وازاي بتسعى كنيستنا ان هي تسعى لخلاص كل نفس، واستفدنا كتير من الوعظات والترانيم والالحان والعشيه، وبركه كبيره لينا وربنا يدينا كلنا نعمه ببركه الست العذراء وبركه شفاعتها، وتنهض بكنيستنا وبيوتنا وعائلاتنا ويدينا ربنا بركه فوق بركه. طبعا ايام النهضه دي كلها بركه، واحنا بناخد شحنه روحيه حلوه خالص اثناء الصوم بتاع العذراء، مش بنحس فتره الصوم مش متأزمين خالص خالص في الصوم دوت، بنحاول كمان ان احنا ما نفوتش ولا يوم على قد ما نقدر، بنخلي عيالنا كمان يصوموا حتى لو صغيرين، مش بنحس خالص بالصيام، بنحس ان هو فتره جميله جدا، بناخد شحنه روحيه حلوه جدا بنقدر نكمل بيها بقيه السنه. في أجواء سادها الفرح الروحي من كاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام، كان معكم ناش ونسيم نبض الكرازة.